أصدقائي الرياضيين، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مونديالنا، وكنستمروا في التعرف على المنتخبات اللي غادي تواجه المنتخب المغربي في المونديال القادم. اليوم غادي نتعرفوا على المنتخب الإيراني، أول منتخب تأهل لمونديال روسيا، وعيكون ضيفنا المدرب ديالو البرتغالي كارلوس كيروس. نخليكم مع أبرز عناوين هذا العدد من مونديالنا. التقريب صورة أكثر من خصم المغرب وإسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية. غنتعرفوا على مسار المنتخب الإيراني قبل وصول الأراضي الروسية في فقرة الطريق إلى روسيا، وفقرة جلسة مونديالية غنحاور مدرب الكتيبة الإيرانية كارلوس كيروش، واللي غيكشف لنا العديد من النقاط المهمة في المنتخب ديالو. تري ديفيسيل بور إيران، تري ديفيسيل بور ماروك، مي سي لا كومبيتيسيون، سي بور سا كو نو سوم ايسي. وفي الأخير وكالعادة فقرة ميكرو المونديال. ضيفنا اليوم أصدقائي في هذه الجلسة المونديالية غيكون مدرب المنتخب الإيراني، المدرب البرتغالي كارلوس كيروس. هذه 7 سنوات وكارلوس كيروس كيدرب المنتخب الإيراني، شارك معه في المونديال الأخير في البرازيل، وسبق له كذلك أنه دا المنتخب ديال بلاده المنتخب البرتغالي لمونديال جنوب إفريقيا في 2010. عنده مسيرة طويلة في التدريب، سواء مع فريق ريال مدريد موسم واحد في 2003، مع فريق مانشستر يونايتد حيث كان مساعد للسير أليكس فيرغسون. تجربة كبيرة إذن عند كارلوس كيروس، كيتمنى أنها تنفعه باش يوصل أبعد حد المنتخب الإيراني في المونديال القادم. نخليكم مع كارلوس كيروس مدرب منتخب إيران. في الحقيقة كنا جميعا نود تجنب المنتخب الإسباني والبرتغالي، المنتخبات الكبيرة، لكن في النهاية نحن هنا للعب مع كبار المنتخبات، لذلك أتينا إلى المونديال الروسي. لا يمكن أن نأتي لخوض كأس عالم رغبة في مواجهة سريلانكا مثلا، هذا غير ممكن وغير منطقي. أظن أنها مجموعة مثيرة في غاية الصعوبة والتعقيد بالنسبة للمنتخبين، سواء لإيران أو للمغرب، لكن طبعا هذه هي المنافسات في أعلى المستويات. نريد أن نلعب بشرف وفخر كبيرين مع الكثير من التنافسية والروح في المباريات التي سنخوضها في هذه المجموعة، وفي النهاية سنحاول فعل كل شيء من أجل إسعاد الجماهير. أظن أن هذا هو ما يجب علينا فعله في هذا المونديال. pour faire les aficionados, les fans de football heureux et très content avec la performance des joueurs de l'équipe. C'est ça que nous il faut faire ici dans le championnat du monde. أظن أن ليس هنالك مشكلة بالنسبة لي. نعم، إنهم أبطال أوروبا وأيضا أبطال العالم قبل فترة قصيرة. ليس لدي مشكلة في القول بأن لهم الأفضلية في التأهل عن هذه المجموعة للدور الثاني. بالنسبة لنا علينا أن ننافسهم بجدية وأن نستغل أخطاءهم من أجل أن نجعل الأمور صعبة عليهم. الشيء الإيجابي بالنسبة للمغرب أو أيضا لإيران أن ليس لدينا ما نخسر في هذا المونديال. كل شيء سنفعله هنا سنفعله بفخر كبير، وهذا ينطبق على المنتخبين المغربي والإيراني. ك
كارلوس كيروس اللي كيعرف الكثير على كرة القدم المغربية كيفما صرحنا بذلك خلال اللقاء ديالنا معاه، وسبق له درب كذلك لاعبين مغاربة أبرزهم نور الدين نيبت رفقة فريق سبورتينغ لزبون. المنتخب الإيراني إذن كما قلت لكم أول منتخب تأهل للمونديال، منتخب صعب المراس. نخليكم مع فقرة طريق المونديال والمنتخب الإيراني. أبهر المنتخب الإيراني القارة الأسيوية بعدما وقع اسمه كأول منتخب عن القارة يتأهل إلى روسيا وثاني منتخب في العالم بعد البرازيل. الإيرانيون أفلحوا في بلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخهم، إنجاز تحقق بالعلامة الكاملة في جميع مراحل التصفيات. ففي المرحلة الأولى تصدر المجموعة بسجل خالي من أي هزيمة، وفي المرحلة النهائية نافس بشراسة منتخبي أوزبكستان وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، حيث حقق فوز التأهل على حساب المنتخب الأوزبكي جولتين قبل نهاية التصفيات، ليخرج متصدرا بستة انتصارات وأربعة تعادلات ومن دون أي خسارة تذكر، وباثنتين وعشرين نقطة من أصل 30 ممكنة. وتعد هذه المشاركة الثانية تواليا للإيرانيين في المونديال بعد نسخة البرازيل الأخيرة. نجم المنتخب الإيراني لن يكون سوى سردار أزمون، والذي سيعود إلى الأراضي التي اعتاد اللعب فيها. فأزمون يحمل قميص نادي روبن كازان الروسي، وكانت لمسته حاسمة رفقة منتخب بلاده في خط الهجوم، كيف لا وهو هدف المنتخب خلال التصفيات بأحد عشر هدفا. اللاعب الإيراني بعث بأوراق اعتماده الدولية منذ كأس آسيا في العام 2015، خلالها قدم مستويات رائعة وبتقنيات عالية، وسجل اللاعب الشاب 23 هدفا في 31 مباراة رسمية، ويمني النفس في أن تستمر شهيته التهديفية أمام الخصوم في المونديال. لسبع سنوات متتالية ارتبط اسم كارلوس كيروش بالعارضة التقنية للمنتخب الإيراني، فالبرتغالي تحمل المسؤولية منذ العام 2011. كيروش بخبرته الطويلة يعود إلى كأس العالم للمرة الثالثة في سجله التدريبي، إذا سبق له أن قاد المنتخب الإيراني في مونديال البرازيل. قبله أشرف على منتخب بلاده البرتغال في مونديال جنوب إفريقيا، كما سبق له أن درب منتخبي الإمارات وجنوب إفريقيا، دون أن ننسى تجربته القصيرة رفقة نادي ريال مدريد في العام 2003، ومعه توج بكأس السوبر الإسباني. كما خاض الرجل تجربة مهمة كمساعد لأليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد. البرتغالي تحذوه رغبة كبيرة في استغلال خبرته للبصم على نتائج جيدة في المونديال الروسي. جاءت قرعة المونديال الروسي بما لا تشتهيه الجماهير الإيرانية، فحظوظه تبدو صعبة للمرور إلى الدور الثاني، إذ يوجد في المجموعة الثانية التي تتضمن منتخبات إسبانيا، البرتغال والمغرب. المنتخب الإيراني سيصطدم في أولى المحطات بأسود الأطلس، إذ لم يسبق له أن واجههم في أي نزال رسمي قبل أن يواجه الإسبان في مباراة جد صعبة. وختام رحلة البحث عن بطاقة العبور سيكون أمام المنتخب البرتغالي. المنتخب الإيراني إذن أول خصم لأشبال المدرب إيرفي رونار. المباراة اللي عتكون يوم 14 يونيو في سان بيترسبورغ، وعتكون الكل متفق عليها هي المفتاح للمشاركة للمنتخب المغربي وللمسيرة المنتخب المغربي في هذا المونديال القادم. خليكم الآن مع فقرة ميكرو المونديال. ان شاء الله المنتخب راه غيربح، وخا طحنا في مجموعه صعيبه، طحنا مع الصبليون والايران والبرتغال. ربحوا البرتغال، تهنينا منه. انيستا مشى من الصبليون، تهنينا منه. نلعبوا مع البرتغال ان شاء الله غنربحوها، والايران غنربحوها، والصبليون صعيبه، نقدروا نتعادلوا نقدروا نربحوا ان شاء الله غندوزوا، وغيشرفونا المغاربه وما غيطيحوش بينا وديما مغرب. انا في نظري هو ان المنتخب الوطني يقدر يدوس في المقابله الاولى والثانيه، مي المقابله الاسبانيه كنظن غتكون شويه قاصحه، ولكن نتمنوا يعملوا يبدلوا واحد المجهود ويعطيو شي نتيجه مزيانه، وحنا كاملين فابر المغرب
توجور فيف لو ماروك. كنظن باللي المنتخب الى نافس مزيان راه يقدر يتاهل، حيت كنظن باللي راه كاين جوج منتخبات اللي كينافسوه، هناك المنتخب الاسباني والبرتغالي. الماتش الاولي غادي نربحوا ان شاء الله، والماتش الثاني نقدروا نمشيو فيه تعادل، يقول الماتش الثالث غنزيرو شويه ونحاولوا ندوزوا ان شاء الله ونغلبوهم بواحد الزيرو ان شاء الله. يا مغلوب ان شاء الله، المنتخب راه غادي يعمل شي حاجه. انا التشكيله اللي كيستدعيها فيرونا راه هذيك هي التشكيله المثاليه، حيت اللعابه راه كيلعبوا في اوروبا ومحترفين، ماشي بحال التشكيله اللي كانت شحال هذه. دابا التشكيله راه مزيانه. وكما جرت العاده في مونديالنا مشاهدينا الكرام، قبل ما نودعكم لابد باش نذكركم بابرز عناوين العدد القادم من مونديالنا. رحله مونديالنا غتسترجع معكم المشوار الشاق للمنتخب الفرنسي في التصفيات بالقاره العجوز بعد التنافس الشرس مع هولندا والسويد، هذا الى جانب نجم الدياكا انطوان غريزمان، وغنتقربوا كذلك من سيره المدرب ديدي ديشان، كل ذلك فقره الطريق الى روسيا. وفي محطة جلسة موندياليه فغيوقعها النجم السنغالي السابق الحاج ديوف اللي عنده ذكريات موندياليه ضد المنتخب الفرنسي. جي رياليزي سكو جي رياليزي باسكو جافي دو كاركتير، باسكو لو فوتبول يا دو تالون دان لو فوتبول مي سي لي كاركتير كي ديفيرونسي لي جوار. وختاما كالعاده من بر الجمهور من خلال فقرتكم ميكرو المونديال. العدد اليوم ديال مونديالنا انتهى، نلتقي في العدد القادم. هو جلال وزراره يحييكم، ومونديالنا دائما بين يديكم.